فضيلة الشيخ وفقكم الله، الكافر إذا شرب الخمر في بلاد المسلمين هل يقام عليه الحد مع أنه كافر؟ إذا أظهر ذلك إنه يعزر ويمنع، أما إذا لم يظهر هذا وشربه في بيته ولا أظهره فلن نروح نفتش عليه في بيته. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.